باحتفالات المولد النبوي الشريف، نظمت المديرية الولائية للأمن بوهران صبيحة أمس عملية ختان أطفال سلك الشرطة والمواطنين، والتي أقيمت بالمستشفى الجهوي للشرطة بوهران، حيث حظيت عائلات هؤلاء الأطفال باستقبال حار من قبل الطاقم المستشفى وتنظيم محكم. وانطلقت عملية الختان التي أشرف عليها 5 جراحون، خصصت لها قاعة مجهزة بالمعدات اللازمة لضمان السير الحسن للعملية، التي جرت وسط جو من الفرحة والزغاريد التي عمت أرجاء المستشفى. Oh.